بداية الانطلاقة كبيرة، بداية الانطلاقة بأساس واضح، بداية بانطلاقة وسط في يعني قانون النهارده صدر، قانون الاستثمار جو بنأكد عليه، من جو من الشفافية، جو من المصداقية، جو من احترام العقود. الحقيقة يعني زائد بقى الفرص الرائعة اللي هي الفرص الكامنة، وزي ما بنقول مصر المستقبل، ومصر بيها فرص كثيرة جدا جدا لم تكتشف، وإن شاء الله يبقى من الاقتصاديات الرائدة في العالم بإذن الله. هل التعديلات اللي صدرت اليوم من الممكن أن يكون ليها إضافة مختلفة للمرحلة؟ بلا شك، دي بتؤكد على احترام العقود، وبتؤكد على تسهيلات، وبتؤكد على وضوح في كل شيء، في يعني في حالة الخلاف حل النزاعات الشباك الواحد، سياسة ضريبية واضحة مستديمة ومستمرة. الحقيقة مجموعة حزمة من القوانين مرتبطة بتشجيع الاستثمار.